إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاءات الماضية أحبتي في الله عند يعني أعراض السحر السفلي طبعا، وعرضنا الست اللي هي الساحرة اللي بترش سحر قدام البيوت، وطبعا الفيديو ده يعني جاب اعلى نسبه مشاهده في خلال اسبوع واحد، يعني عدى تقريبا مواصل المليون، لان الناس طبعا متشوقه للموضوع ده، واكثر الناس يعني بتهتم بهذه الموضوعات في هذه الايام، لان عندهم ضعف وبعد عن الله تبارك وتعالى وضعف ايمان بالله تبارك وتعالى، لان الناس بتلجا للاسهل، يعني دايما يقول لك انا هنلجا للشيء الاسهل عشان يحلني. طبعا هو ما يعرفش ان ده كفر بالله تبارك وتعالى، وان اللي بيعمل سحر ده كافر بالله تبارك وتعالى، وان الساحر طبعا عمره ما بيعمل لك سحر غير لما بيكفر الاول بالله تبارك وتعالى. طبعا احنا قبل كده اتكلمنا ان الساحر له اعراض او له امارات بتظهر عليه او له دلائل بيعملها عشان خاطر يوصل انه يعبد ابليس ويوصل انه يعمل السحر. اوعى تفكر ان الساحر ده مجرد واحد يعني جاهل بيتعامل معاك كانه واحد بيكتب لك ورقتين او بشخبط لك على ورقه وخلاص وبقول لك والقصه بتنتهي عند كده، لا، الساحر له عنده علم. طب العلم ده واحد يقول لي ده ساحر جاهل، ده ما بيقراش اصلا ولا بيعرف يقرا ويكتب اساسا. عشان كده بناكد ان اللي بيتعامل مع الساحر المارد اللي هو كلفه ابليس للساحر نفسه. واحد يقول طب يا عم الشيخ انا بنتعامل مع انسان، انت اللي انت بتتعامل معاه ده اما يكون متلبس بيه مارد من الجن كلفه ابليس له عشان خاطر يخدمه، او اما بيكون لبس ابليس ده او المارد ده لشخص قاعد معاه ما بيتحركش او بيقدر يعالج من غيره، يعني ما يقدرش يتعامل مع حد او يطرح طريقه علاج او طريقه سحر الا ويكون معاه المارد ده هو. طبعا المارد ده اما زي ما احنا قلنا اما يلبسه لنفسه عشان يبدا يعبد ابليس ويبدا يتعامل معاه ويبدا تديله الاوامر او تاتي الاوامر من عند ابليس ويبدا يسحر بها، او يلبسه لحد حد من عياله او زوجته او اي حد يكون قريب منه عشان يبدا يكشف بيه او يقدر يعمل السحر بيه. لما بنتكلم عن اعراض السحر بنقول ان السحر ده مرض، ما بنتكلمش كلامه خلاص او نقول لك ده موضوع يعني مجرد ان ده جن وخلاص هيلبسك وخلاص. الناس دايما بتخلط بين امرين، واحد يقول لي ان انا معايا جن وبعد كده راح قرأ على الساحر وقرأ على المريض والمريض صوت وصرخ والقصه بتنتهي عند كده وخلاص، واحد تاني يقول لا اصل ده هو عباره عن شيء نفسي بس او شيء روحي والموضوع بينتهي وخلاص. لا، الموضوع اكبر من كده. اكبر من كده ليه؟ ان الساحر بيعقد فعلا سحره، وعقد السحر ده بيكون على ثلاث مراتب زي ما احنا قلنا، اما مفرد يكون السحر ده حروف بس، او اما مركب ويكون السحر ده مزدوج ويكون السحر ده حروف وارقام، او اما مركب يكون حروف وارقام وطلاسم اللي هي الرموز، يعني رمز نجم داوود او ايا كان الرمز اللي بيعقد به الساحر سحره. ودي طبعا عقد بتنفث على هذه الطلسم دهوت عشان خاطر او الشيء الكائن دهوت نوع السحر نفسه عشان خاطر يقدر يوصله للمسحور ويقدر ينفذ سحره. طبعا السحر ده مش عباره عن طلسم انكتب او كلمتين اتقالوا، لا، قبل ما ينعمل السحر ده بيكون قبله مراحل كبيره جدا. ايه المراحل ديت؟ بيكون السحر اول شيء امتهن كتاب الله تبارك وتعالى، بيكون كفر بالله تبارك وتعالى، بيكون اتى باصعب النجاسات اللي هي بترضي ابليس وتغضب الله تبارك وتعالى، بيكون مثلا توضى باللبن، بيكون داس على المصحف في الحمام، بيكون كتب حروف القران متقطعه. وطبعا ده الناس اللي بيوصلهم الاخر خلاص حجاب، هو مش عارف يعني ايه حجاب، هو خد حته ورقه معاه وبيقول له ديت هتحفظك، زي ما الناس اللي كانوا عندي في المركز من فيوم من فتره او من الاسبوع ده، يعني معاه حته ورقه يقول لا يا شيخ ديت فيها قران، والله ده انا شفته بيكتب قران. قلت له طب ممكن يشوف الورقه دي اللي معاك عشان ممكن يكون ما يكونش قران، انا متاكد انه مش قران اصلا. قلت له عامل معاك ايه؟ قال لي كذا. قلت له والله ده مستحيل يكون بيتعامل بالقران، ممكن تديني الحجاب ده؟ خدت الحجاب منه
وفكيت الحجاب عبارة عن طلاسم كله طبعا نون وكاف وهاء وكلام من ده، وبعد كده نجمة، وبعد كده حروف متقطعة، وبعد كده يقول لك هو بيوهمك، يقول لك ما تخش بها الحمام، ما تجامحش بها زوجتك، ما تعملش بها كذا، ما تعملش بها كذا، عشان ده قرآن. هو والله ما هو قرآن، ده حجاب هو عمل عليه طلاسم وعزائم عشان خاطر يرضي إبليس بيها. عشان كده بنؤكد وبنقول لك ان السحر ده مرض. طب ليه مرض؟ عشان هو عمل طلسم، جاب طلسم السحر ده بنجاسه، والنجاسه دي اتنفذ عليها، نفس عليها المعاذات بتاعته اللي هي التعويذه بتاعته، وبعد كده عملها، عمل لك بقى السحر، اما كلته او اما شربته او اما ترش في اي مكان او اما علق في اي مكان او اما مثلا حط في بطن جرموط او انحط في قبر او ايا كان نوع السحر اللي بينعمل. السحر ده عبارة زي ما احنا قلنا عبارة عن طلسم، والطلسم ده الساحر بيكتبه ويدهولك ايا كان طريقة اللي دولك بيها. لكن قبله بيحصل حوارات كبيرة جدا بين الساحر وابليس، وبين الساحر والجن اللي كلفوا عليك، وبين الساحر والمارد اللي هو مع الساحر. طبعا كل دي دايرة كفر شغالة مع بعضها. زي ما احنا بنأكد ان السحر ده مرض، مرض حقيقي موجود في جسمك، غير انه شيء روحي زي ما الناس معتقدة ان السحر ده يا عم الشيخ هو الجن قرأت عليه وطلعته من عليا بكده القصة انتهت والموضوع انتهى من معي. لا، الموضوع ان ده مرض وده عرض. دايما بنأكد على المعلومات دي عشان الناس ما تختلطش بالامور، ما يختلطش عندها وتروح لشيخ مش فاهم يضلك، يدخلك حالة نفسية او يخليك تعتقد ان القرآن ما بيعالجش. لا، السحر ده مرض والجن عرض. طول ما السحر موجود معاك بقوته، السحر موجود معاك بقوته، الجن موجود معاك بقوته. طب نظفنا السحر من جسمك، راح الجن خلاص لانه ضعيف، ملوش تكليف، هو مش مكلف بيك، هو مش يعني السحر، الجن مش عايز يقعد معاك، مش عايز ينحبس معاك. لكن زي ما كنت بنتكلم دلوقتي مع الرئيس، فبنقول له يعني رئيس القناه، فبيقول لي طب ايه الفرق بين الجن المكلف اللي هو ممكن الجن، ما لو ممكن يكون مسلم، ازاي بيسخروا الجن المسلم؟ قلت له يا رئيس الجن المسلم ده عبارة عن 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 شيء استخدم للساحر. يعني ايه استخدم للساحر؟ يعني المارد جابه غصب عنه ولبسه للمريض غصب عنه. يعني الجن ده انت مطالب شرعا كشيخ بتعالج انك تدعوه للاسلام الاول، انك تدعوه بالحسنى، انك تفهم يعني ايه جن الاول، يعني ايه سحر عشان تقدر تطلعه. لكن اكتر حاجة بيعملها الشيخ بيعمل ايه؟ بيصب كيده كله على الجن. والجن عشان هو مضطر وبيغصب عنه، وهو جاي لك غصب عنه، وهو متاخد، ممكن يكون متاخد زوجته، ويكون متاخد اولاده محبوسين ما بياكلوش ولا يشربوا عشان يقعد معاك، فهو بينفذ غصب عنه. طب طريقه تنفيذه بتكون غصب. طيب انا هنجبره انا كمان بالصعق والضرب ونعذبه بقراءه القران؟ مش يعذبه يعني نعذبه نفسيا، او خلينا نبدا نضغط عليه نفسيا بقراءه القران. لا، انا عايزك الاول تفهم انت جاي لي يا جن، جاي عشان خاطر ينفذ سحر. طب السحر ده هو نوعه ايه؟ كذا. طب النجاسه اللي عملت بيه كذا. طب نوع الهدف منه كذا. يبقى الاول الشيخ اللي بيعالج يفهم نوع السحر، نوع النجاسه، الطلسم اللي انعمل، السحر ده مركب ولا مفرد ولا مزدوج، ايه انعمل امتى، انعمل ازاي، ايه نوع طريقته، ايه هدفه. لازم الاول الشيخ اللي بيعالج يفهم الاشياء ديت عشان نقدر نعالج الشخصيه اللي قدامي ديت، نوع السحر اللي عندها الاول، عشان خاطر ما تدمروش نفسيا. ما هو لو راح لشيخ واثنين وثلاثه وما تعالجش يفقد الامل. طب يبدا بعد كده اما يفقد، يقول لك القران ما بيعالجش حد خلاص، انا مش راح لشيخ تاني، او اما يروح لساحر، او اما يروح لكنيسه او اي شيء، المهم انه يخلص، عايز نتعالجه خلاص. طب في اعراض عنده عايز يخلص منها. لو انت ما بتعالجش، لو انت ما تقدرش تعالج صح، يبقى ما تعالجش حد. قول انا راقي بنرقي من الجن وخلاص، ما فيهاش مشكله ديت. لكن المصيبه والمصيبه العظمى يعني يطلع واحد يقول لك انا بنرد على الشيخ راضي لاهوتي. انت بترد عليا وسايب ناس بتسحر، طب ما تروح ترد على الساحر. يعني انت رايح جاي ترد عليا انا في اعتقادي، عشان برضو نوصل لك شيء. هو بيرد عليا في ايه؟ في اعتقادي ان السحر مرض. انا بنعتقد ذلك، يعني انا بنعتقد ذلك ان السحر مرض زي اي مرض، مرض محسوس في جسمك، تمام، بيكلف فيه جن، والجن ده خادم للساحر ده هو، والجن ده جاء من عند المارد اللي هو شغال مع ابليس، من مع الساحر، والساحر شغال مع ابليس. دي دايره انا بنفكها لك، انا عارف انا بنقول لك ايه، انا مش بنكلمك كلام وخلاص، لا انا فاهم ودارس ده كويس. عشان كده بناكد لك ان والله الا من رحم الله اللي فاهم في موضوع العلاج ده.
ناس كتير جدا ضلوا في الموضوع ده، وناس كتير جدا ما عندهاش فكره غير انه يقرا عليك ايتين قران وخلاص، وبعد كده يقول لك خد يا ابني اتشطف واعمل وخلي وسوي، تعالى انطق عليه اسمك ايه، في اسمه فلان، روح مش روح السعوديه، اطلع من السعوديه، اسلم، خش حبس في قزازه وطلعه من القزازه، ويا ابني طلعته عليك خلاص. هو فاهم القصه دي، عاش الدور ده وخلاص. لكن انت فاهم انت بتعالج ايه؟ والله ما انت فاهم حاجه. اخرك خالص انك بتقرا عليه قران. طب انت بتقرا على القران على الجن ده، هو ممكن يكون الجن ده جن بس، وممكن يكون ضغط من قرين عليه، وممكن يكون شيء نفسي، وممكن يكون جن طياري لابسه من اي مكان، في حمام، في ترعه، في طريق، اي مكان، اي كان، ايا كان طريقه لابسه له. لكن جن سحر لا، هو الجن السحر يا عم الشيخ بيسمع قران والله. جن السحر ده جاي مكلف من عند الساحر، عارف انت اسمك ايه، وعارف اسم امك ايه، وعارف اسم ابوك ايه، عارف انت بتحب القران ولا ما بتحبش، بتصلي ولا ما بتصليش، بتنام امتى، بتاكل ايه، بتشرب ايه، كل شيء عنك هو عارفه. فهو جاي من عند الساحر متظبط ان سيادتك هتروح لشيخ تتعالج بعد كده، تمام، ان انت هتتعب في يوم من الايام وهتروح لشيخ تتعالج. طيب هو متظبط على كده ومستسلم على كده، هل من الممكن انه يجي يسمع ايتين قران ينخض ويقول لك ده قران هو انا تعبان من القران؟ ما تفهم الاول يعني، انا عايزك افهم الجن الاول، افهم يعني ايه جن الاول. الجن اللي جاي من عند الساحر ده دماغه عارفه والله انك هتسمع قران، وعارف انك هتصلي، وعارف انك هتروح لشيخ يعالجك، وعارف كل ده. هو جاي دماغه متظبطه على كده، روح يا ابني لفلان ده هوت بمرض الساحر ده هوت، الساحر بيقول له وخلي بالك هيسمع قران وهيصوم وهيصلي وهيحج وهيروح السعوديه وهيبر والديه وهيامر بمعروف وينهى عن منكر وهيسمع خطبه، كل شيء عارفه. طيب لما تيجي سيادتك تعمل الحاجات اللي هي العبادات ديت، الجن ينخض ويقول لك ياه ده بيسمع قران؟ لا اسمع. لكن هو جاي لك ليه؟ هو جاي عشان يعمل لك ايه؟ جاي عشان يخليك ما تخلفش، خلاص شغلته ديت يا حبيبي. طيب جاي عشان ما يخليكيش تتجوزي، شغلته دي خلاص منتهت. طيب بيسمع قران؟ بيسمع قران. طب بيهتدي بالقران؟ بيهتدي بالقران. طب القران بيعذبه؟ لا بيعذبه نفسيا. نفسيا ازاي؟ يعني كانه واحد بيعمل معصيه وسمع ايات يعني بتقول له خلي بالك ده حرام عليك، فابتدى بيهدى ويقول لك انا بنعمل ذنب كده خلاص، فبيبدا يتعب نفسيا شويه. لكن القران تعب جسماني تعب يتعبه؟ لا، لان القران ده كلام الله وكلام ربنا ما بيتعبش حد. انت بترد عليا عشان انا بنقول لك القران ما بيتعبش حد؟ طب لو بيتعب حد هات لي دليل. يعني انا مش ما عرضش حد والله، لكن انا بنقولها صريحه، لو القرآن ربنا نزله عشان يتعبنا هات لي دليل على الكلام ده. طيب لو القرآن ربنا قال لك ان الجن ما بيسمحش القرآن هات لي دليل على الكلام ده، تمام. لكن ما تقوليش ما تاخدش علاجك او تشخيصك من المريض وبعدين تفرضه علينا، بتفرضه على الواقع اللي احنا عايشينه، لا، او تفرضه على الدين، لا. انت انا بنقول لك شيء واقع اهو، انت بتقول ان واحد بيضير هات لي دليل انه بيضير، عاد تقول لي ده الشيخ راضي بيضير في الهواء هنقول لك هات لي دليل انه بيضير في الهواء. طب ده ربنا قال، هنقول لك هات لي دليل. ما انا عايزك تقول لي ان ربنا قال في القران او النبي قال في السنه او الصحابه قالوا ان الجن بيسمع قران بصوت وصرخ، ان الجن ما بيحبش يسمع قران، نقول لك امين انا معاك. طيب ما معكش دليل يبقى اركن على جنب، خلينا نعرفه نفهمه الناس يعني ايه قران ويعني ايه جن. القران ده كلام الله ما بيتعبش حد والله، ده شفاء وهدى ورحمة. أنا ما بقولكش شيء مخالف للشرع والله، القرآن شفاء وهدى ورحمة، ما بيتعبش حد. ولو ربنا نزل القرآن عشان يتعبنا بيه يبقى محدش هيأمن بيه. يعني خليك أنت كإنسان هو مسلم وشيخ أهو، لو ربنا نزلك القرآن عشان يعذبك بيه والله ما أنت مأمن بيه. ولو آمنت بيه هتأمن خوف. صح؟ لكن ربنا ما أمرناش إن احنا نأمنوا بيه خوف. لا. ده احنا مؤمنين بربنا عشان بنحب ربنا. عشان احنا اعتقدنا هذه العقيدة عقيدة الاسلام. فربنا هينزل كلامه عشان يتعبنا؟ لا. طيب يبقى انا عايزك الاول تفهم يعني ايه قرآن، يعني ايه جن، يعني ايه سحر، يعني ايه جن سحر. هو جن السحر ده له قصة تانية، جن السحر ده مكلف دماغه مستستمع عليك انت كشخص، جاي عارف انك هتسمع قران وهتصوم وتحج وتصلي، مش هيفاجئ بالكلام ده والله. ولما تسمع ايات الرقيه زي ما احنا من جزء من الشيوخ بيقولوا اسمع ايات الحرق يا اخي، اتق الله يا اخي. مين اللي قال ان في ايات في القران شيء بيحرق؟ الله يروح يقول لك اسمع ايات الصعق يا اخي، حرام عليك يا اخي. يقول لك اسمع ايات العذاب. ايات ايه ايات عذاب ده؟ انا عايز افهم يعني ايه ايات عذاب يا عم. القران كله قران والله. لكن احنا الشيوخ اجتهدوا
ان في رقيه شرعيه. رقيه شرعيه ديت دي السماعه بتاعت الشيخ. انا عايزك تفهم الاول يعني ايه سماعه الشيخ. يعني كانه دكتور ومعاه سماعه بيحط السماعه على المريض عشان يعرف التعب فين، صح؟ الرقيه الشرعيه دي سماعه الشيخ عشان يعرف لما يسمعها القران في حضور هيحصل عليك ولا مش هيحصل عليك. طيب لو الشيخ ما بيفهمش بقى حضور ولا مش حضور، الشيخ مش عارف يكشف، تبقى مصيبه. طيب لو قرين المريض نفسه اشتغلك وقال لك ابتدى ينطق عليك انه جن بقى خلاص، ما هو القرين ما بيحبش القران. يا شيخ رضا مش انت لسه جاي لنا ان الجن بيحب القران؟ انا بقى احنا هنرجع الاول بقى خالص ان في فرق بين القرين وبين الجن. القرين ده ابن ابليس مباشره اللي هو ذريه ابليس اللي هم كلهم في النار، لكن الجن دول كلهم منهم المسلم والكافر ومنهم كل انواع الجن، تمام؟ يبقى الجن ده موضوع تاني غير القرين. القرين كله كافر، كله في النار، كله لا يامر الا بالشر الا قرين النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بنأكد دايما ان السحر مرض ومرض محسوس في جسم الانسان وبيعقد. وطبعا في يعني ايه كلمه سحر؟ اتفاق بين ساحر بكفره وجن بقدرته على انفاذ مكروه معين في انسان معين. يا ريت الاستاذ محمد يعرض لنا الفيديو اللي احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هو عشان الناس تفهم او تعرف يعني ايه سحر وازاي السحر بيورش. طبعا في ناس بتعتب عليا بتقول لي انت هتعرض الفيديو ده والفيديو ده في ناس هتتعلم منه السحر. لا، هو دي طريقه لعمل السحر عشان الناس تعرف السحر بينعمل ازاي، عشان في ناس تعرف ان في سحر فعلا، وان في سحر بيتعب الناس، وان في سحر بيدمر الناس، وان انت ما تقولش ما في سحر، وهل السحر ده فعلا بيضر ولا ما بيضرش. اللي احنا بشايفينه دلوقتي على الشاشه ديت واحده بتعمل سحر. طيب انت يا شيخ راضي انت بتعرضها لنا عشان اتعلمنا السحر؟ لا، انا بنعرضها لك عشان نعرفك ان في سحر والسحر بيعقد وان السحر بينعمل اهو وموجود قدامك. طيب هي بتعمل السحر ازاي؟ لو انت شايف اهوت هي بتاخد عندها نظام جابه بتجيب شعر من المريض اهوت، وبعد ما بتجيب الشعر دهوت معاها طبعا زي نظام ادي الشعر اهي قدامك على الشاشه، والشعر دي عباره عن شعره من المريضه او اللي عايز تعمل لها السحر. والسحر اللي بتعمله سحر محبه، عشان على فكره يعني طبعا واحد يقول لي سحر المحبه ده يا شيخ يعني عادي، ده ممكن الانسان يعمله عادي لانه ديت شيء يعني ما بنعملش شيء شر، انا بنعمل شيء عشان خاطر انسان يحب انسانه او انسان يقرب من فلان عشان يتجوزها، يعني ما بنعملش شيء شر. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال التوله شرك. التوله يعني ايه التوله؟ اللي هي سحر المحبه. سحر المحبه شرك بالله تبارك وتعالى. انت اشركت بالله تبارك وتعالى، اشركت الجن بالله تبارك وتعالى. الست ديت زي ما انتم شايفينها هي، يا ريت محمد تعرضها لنا كلها على الشاشه عشان الناس تجرب من الناس شويه والناس تشوفها. بتجيب السحر، بتجيب الشعره، والشعره دي بتلفها على شعر طبعا المريضه اللي هي مسحوره ديت، وبتاخدها بتحطها في نظام طلسم السحر، واللي هي اللي انتم شايفينه ده اللي هو اللي زي العسل ده، ديت دم حيض من الانثى او من الست او من البنت اللي هي هتعمل لها السحر عشان تحب فلانه او تحب فلان. طبعا هي جايبه السحر اهوت قدامك زي ما انت شايف، وبتعرض بتاخد الطلسم اللي هي هتكتبه، طبعا بتكتب ايا كان نوعه ان هي عايز تعمل ايه مثلا، وبتكتبه على الشمعه ديت علشان خاطر تحرق بيها قلب مين؟ قلب الرجل اللي هي هتزوجها، تمام؟ ادي بتكتب الاسم اهوت على الشاشه بتكتب الاسم على الشمعه اللي هي هتولع فيها دلوقتي قدامنا. وطبعا هي بالمشبك ده، المشبك ده خاص طبعا بالمريضه او الانسان اللي هي بينعملها السحر عشان تحب فلان. طبعا هي عامله الصورتين اللي قدامنا دول عشان خاطر بتوهمنا او ايحاء يعني او ايحاء للجن ان دول صوره فلان وفلانه، تمام؟ صورة فلان وفلانة. وبعد طبعا السحر ده بتعمله بتكتب اسم طبعا زواج او بتكتب اسم محبة ايا كان الكلمة اللي بتكتبها على الشمعة، ادي بتوريها طبعا للناس عشان خاطر زواج، مكتوب زواجه عشان خاطر الناس تعرف يعني ده عشان يحبها او يتزوجها يعني. رجعنا تاني اسم محمد يعني خليك معايا. فخليك برضو خلينا عرض لنا برضو اللي معانا على الشاشة عشان الناس تكمل طريقة عمل السحر ازاي او بنعمل ازاي.
طبعا هي بتجيب الشمعه ديت وبتكتب بيها اسم عايزه الغرض من السحر ايه، عشان دايما ناكد على الناس اللي بتعالج لازم تعرف تفرق بين الغرض من السحر. يعني ايه غرض من السحر؟ الغرض ان انا هي عايزه زواج، هي كتبت كلمه على الشمعه ايه، كلمه زواج، يعني ده الغرض من السحر. ممكن يكون مرض تيجي كاتبه على الشمعه ديت مرض. طب واحد يقول لي يا شيخ هو انت بتعرضها لنا عشان تتعلم السحر؟ لا، هي ما بتعملش الكلام ده غير لما بتكون بتقرا طلاسم كفريه وشركيه بالله تبارك وتعالى عشان خاطر الجن ينفذ لها ده، وهي معاها جن مارد، هي معاها جن مارد بتتعامل بيه، واللي معاها ده بتكتب بيه جن مارد، تمام؟ فالجن ده بتبدا هي خلاص بتعمل بيه طلسم وبتقرا، هي بتعمل بتنفس على الشمعه ديت والصوره بتقول طلاسم اللي هي علمها لها ابليس والمارد اللي معاها علشان خاطر ابليس يبدا يرضي لها رغباتها ويرضى ينفذ، يبدا ينفذ نوع السحر اللي عندها. هي خدت هي خلاص الشمعه وكتبت المطلوب من الجن، انت هي ده طلسم السحر، عشان الناس واحد يقول لي ايه اللي هي بتكتبه ده طلسم، هو ده طلسم، الطلسم ده خلاص هي خدته، هو ده التكليف او الامر للجن اللي موجود معاها، روح اعمل واحد اتنين تلاتة زواج، وبتكتب طبعا انا عايزة منه ايه بالظبط، زواج وايه تاني، زواج ومحبة، زواج وبعد كده تمشي في صبحها ايدها زي الخاتم وتنفذ اللي هو عايز. طبعا الخريطة اللي بتعملها للساحر دي الخريطة وده الغرض من السحر، كتبت خلاص هي، وبعد كده تاخد طبعا تاخد الصوره بتاعه البنت بقى وتحطها على ايه، ادي ده دم الحيض اللي هي عملته ده، اللي هي خلطاه باشياء طبعا من نجاسات، وممكن يكون براز او بول او ممكن يكون مني زنا او غيره، يعني ايا كان اللي هي بتعمل بيه السحر، طالسه بتعمل بيه السحر. خلاص هي عملت السحر اهوت، طبعا احنا مظللين الكلام ده عشان هي عاملاه لحد وما يظهرش يعني، وبش يعني ستر للناس يعني، تمام. وبتاخد طبعا هي الايه، بتاخد الصوره وبتلزقها على الصوره الثانيه، خلاص انتوا الاثنين بقيتوا لبعض طول عمركم، مش هتسيبوا بعض خالص. طبعا كل شيء بقدر الله تبارك وتعالى، ومستحيل ان هي تعمل كده غير لما تكون كفره الاول. يعني واحد يقول لي نجرب الكلام ده، روح اكفر بقى، يعني انت عايز تجرب روح اكفر، لان السحر زي ما احنا قلنا كافر، لازم تدوس على المصحف في الحمام، ولازم واحد يصلي للابليس، لازم تعبد ابليس، كل الكلام ده لازم تعمله الاول عشان تعمل الخطوات ديت. اوعى تفكر ان هي بتعلمك اعمل كذا تروح تعمل، لا، ده هي عامله ده، والطلسم اللي موجود معاها ده هي خلاص لفت اهوت الورقه والتكليف والصور بتاعه البنت ديت على الشمعه، وبعد كده عشان تحرجهم الاثنين مع بعض. طبعا هي حرجت ليه؟ هي كتبت ايات من المصحف على الورقه، وطبعا بتلف الشعره بتاعه البنت ديت طبعا على الورقه هي اللي هي على الصوره عشان خاطر تاكد الموضوع. طبعا الشعره ديت عقدت فيها هي عقد ونفذت طلاسم الاول قبل ما تعمل الكلام ده. يعني طبعا انا بنحاول نشرح لك عشان خاطر تبقى فاهم هي طريقه السحر ديت. طريقه السحر طبعا هي عملت كده سحر جلب او سحر زواج، الاثنين يحبوا بعض يعني. طبعا ده مرض ودي مصيبه دخل جسم الانسان خلاص، يعني البنت والولد اللي عملهم السحر ده والله بعد 5 سنين من السحر ده هوت ليدوجوا ذل الدنيا كله ومهانه الدنيا كلها، لان هي خلاص راضت ابليس بيها، والطلسم ده خلاص دخل جسم المريض دهوت مستحيل يطلع. فواحد يجي يقول لي يا عم شيخ تعال نقرا على جن القران عشان نطلعه ونسيب المصيبه اللي هي الست بتعملها ديت، يبقى انت مش فاهم. ما هي ما قالتلكش، ما قالتلوش تعالى يا جن روح البس فلانه وروح خلي فلان يحب فلانه. بس لو هي عملت كده نقول لك اه ممكن، يلا تعالى اقرا على الجن وطلع على الجن والجن يمشي. لكن لو بدل بتعمل الكلام دهوت يبقى ده طلسم انعمل واتفبرك ونحط عليه نجاسه زنا ونحط عليه شمع ونحط عليه كل ده ونحرق وانكتب بيه ايات قران مطلسمه وانعملت، وتيجي تقول لي نقرا على الجن بس، نقول لك معلش لا، الموضوع اكبر من اللي في دماغك، اكبر من ان انت تقرا على الجن بس، لا، ده جن بطلسم ولازم تعالج الطلسم الاول اللي هو ده الاول، تنظفه من جسم الانسان اللي هو المريض الاول، وبعد كده عالج الجن براحتك، اقرا على الجن براحتك، اتعامل مع الجن زي ما انت عايز. لكن الاول التكليف اللي بنعمل ده قبل الجن، اهو التكليف ده نعمل بقى خلاص، هو في جن حاضر معاه دلوقتي عشان خاطر يروح ينفذ المطلوب منه. ايه المطلوب منه؟ روح لفلان خليه يزوج فلان، روح لفلان خليه يطلق فلان، روح لفلان ما يخلوش مثلا يخلف، روح لفلان هات له مرض، روح لفلان اعمل كذا، ايا كان نوع التكليف. طبعا ده كله دي الطلاسم او دي المصيبه اللي الناس بتعملها ومش حاسه بيها. طيب واحد تقول لي يا عم شيخ ده انا بس رحت للساحر او الساحر دهوت والساحر عمل لي طلاسم وخلاص، يعني انا ما عملتش شيء اصلا. انت رحت عشان تكفر بالله تبارك وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، ومن اتاه ولم يصدقه فلن تقبل منه صلاه 40 يوم. طب لو رحت عشان تعمل السحر بقى، انت مش رايح عشان تحل،
او رايح عشان تفك، ده انت رايح عشان تعمل سحر. انت عارف يعني ايه تعمل سحر؟ يعني رايح تقتل فلان، رايح تموت والله هتقابل ربنا بدم فلان او بدم فلانه او بدم اللي انت عملت له السحر ده. هو واحد هيقول طبعا انا عرضت الفيديو ده بالذات ليه؟ لانه الناس بتقول لك ان ده سحر زواج او سحر توله. التوله يعني ايه؟ يعني هي سحر المحبه، ان فلان يتجوز فلانه. وده طبعا الناس تقول لك لا يا عم عادي، ما هو انا بنعمل في الخير. والمشكله ان الشيوخ بيوهموهم ويقولوا لهم انت بتعمل في الخير وده مش شر، وكده انت ما بتكفرش، وكده انت ما بترضيش ابليس، ده انت بتتجوز اثنين في الحلال، يعني بتوفق راسين في الحلال. طبعا انت مش بتوفقهم في الحلال، انت بتوفقهم بطاعه ابليس، او بتوفقهم بالعون مع ابليس، انك بتستعين بيه خلاص عشان قادر يوفق اثنين في الحلال. ممكن اللي وفقهم في الحلال دوت ما يكونوش اصلا موافقين لبعض في الحياه الاجتماعيه والنفسيه ولا العلميه ولا اي شيء اصلا، وتوفقهم مع بعض بعد فتره يحصل للزوج مرض او تحصل للزوجه مرض ويحصل فراق بينهم، ويبقى هم اصلا تزوجوا على غضب الله تبارك وتعالى، وبعد كده برضه بيطلقوا بغضب الله. ودايما بنأكد يا جماعه ان السحر ده مرض انت كلته وشربته، دخل جسمك ايا كان نوعه، منع عنك الحمل، منع عنك الحمل، منع عنك الزواج، منع عنك، جاب لك مرض ايا كان نوعه، لازم ينضف من جسم الانسان الاول، وبعد كده اتكلم في الجن نفسه، اقرا على الجن براحتك او سماعه القران براحتك. علشان كده دايما بنقول ان احنا لازم نعرض الاعراض اللي هي اعراض السحر العامه واعراض السحر الخاصه، عشان تعرف ان لو حصل لك الاعراض ديت يبقى انت عندك مشكله. روح اعرض نفسك على شيخ عشان الشيخ يعالجك، بس مش شيخ وخلاص، لا، روح لشيخ معالج يعالجك عشان يعرف القصه ايه ويعالجك منها. مش اي شيخ تروح له هيقرا عليك ايتين قران. انا مهم معاك انه ممكن بعد ما يقرا عليك الرقيه الجن يعرف، بيحس بالخطوره ويعرف ان في مشكله خلاص، ان ده ابتدى ينتبه لنفسه ان انت ان هو عنده سحر او عندها سحر، يبدا يهدى عليك شويه، يخف الاعراض عنك شويه، يغير اهدافه شويه عشان خاطر انت تهدى وما تروحش للشيوخ تاني. لكن هو القصه قائمه والقضيه قائمه زي ما هي في جسمك، والطلسم موجود في جسمك زي ما هو، وبعد فتره يشتغل بشكل تاني انت ما تحسش بيه. لان دايما بنقول ايه؟ ان الجن السحر ذكي جدا وعنده ذكاء غير عادي، ويقدر يغير اهدافه وغير استراتيجيته في ثانيه انت من غير ما تحس بيها، عشان خاطر يحسسك ان انت ما عليكش جن، وان انت الموضوع عندك طبيعي، ان انت تعبان طبيعي، ان انت بتنامش كويس طبيعي، ان انت عندك ارق في النوم طبيعي، ان انت عندك مشاكل في حياتك طبيعي، ان انت ما بتتجوزيش طبيعي، ان انت بتخلفش طبيعي. كل ده بيهيئ لك مع قرينك طبعا ان انت حياتك طبيعيه 100%. اوعى تروح لشيخ او تروح لغيره، حتى لو رحت لشيخ والشيخ ما بيعرفش يعالج اصلا، هو خلاص قرأ عليك ايتين قران والقصه انتهت عنده، والجن يوهمك ان انت بقيت كويس فتره وابتدى وبيغير اعراضه عليك. طيب ايه اعراض السحر السفلي اللي انعمل دلوقتي؟ انا بنجيب لك الفيديو ده ليه؟ عشان اعرفك ده سحر سفلي. السحر السفلي ده اللي هو بينعمل بنجاسه بول وبراز، او انعمل بنجاسه زنا، او ان كان نوع النجاسه الواط او نجاسه زنا محارم او غيره، او انعمل بدم حيض او دم دوره يعني. ودايما حتى يمكن الاخت اللي كانت عندي في مركز اول امبارح قسمت بالله انا رجعت دم دوره في الترجيع بعد ما خدت العلاج، ورجعت قالت لي قسما بالله يا شيخ انا عارفه دم الدوره بتاعي، انا نزلته من حنكي، نزلته من بوجي ترجيع بعد ما رجعت الطلسم ده. ممكن يحصل، لازم الشيخ لازم يخلي ينظف جسم الانسان من السحر. اوعى توهم نفسك ان انا ممكن نتعالج من غير ما نسهل او نرجع، لا، لازم اترجع او تسهل. ودايما بنأكد على المرضى اللي جولي اللي هو مرضى بالسحر يعني اللي جولي المركز، اوعى تقصر في علاجك. والله لما بنقول لك ان انت عندك سحر انا بنقول لك بصدق وبضمير، وعارف انا بنقول لك ايه. الاخ بتاع العمليه اللي جالي امبارح او اول امبارح لف على الشيوخ كتير جدا، والشيوخ كلهم بيقولوا انت عندك سحر، وان انت عندك مشاكل وشارب وواكل ومخطي والى اخره. قلت له يا ابني والله انت ما عندك سحر، انت ده مش موجود عندك، انت عندك يا ابني بيحصل لك كذا كذا. لا طب لان السحر له اعراض. قال لي يا شيخ انا بيحصل لي. قلت له يا ابني ده مش سحر، انت مريض طبي، روح لدكتور يعالجك، لان ده مش سحر. لا ده مش سحر اصلا، لان السحر له اعراض، له مرض، مرض زي اي مرض له اعراض 1 2 3. لو مش موجوده عندك ما تخليش الشيخ يضحك عليك، وحاول تعالج نفسك عند دكتور. ما خلاص ما شيل قصه الشيوخ من حياتك. طيب انت اتعالجت عند الدكاتره كتير جدا من اعراض معينه وما تصحاش منها، روح لشيخ ممكن يعالجك، ممكن يعني المعالج يعالجك. يبقى ما تصدرش عند الشيوخ وتدمر حياتك عند الشيوخ ويكون مرضك مرض عضوي. طبعا انا قلت له كلمه واحده بس، قلت له يا ابني انت يعني من خلال خبره، قلت له انت عندك الله اعلم يعني انت عندك نقص في فيتامينات جسمك
نقص فيتامين د، لان هو ده المسؤول عن الكلام انت بتتكلم فيه ده، روح حلل فيتامين د، وفعلا حلل ولقى ان في مشكله عنده فيتامين د وبيتعالج دلوقتي وان شاء الله يكون كويس. الاستاذ محمد يعرض لنا الفيديو اللي هو الخاص الثاني بينا عشان خاطر برضو ايه الاخت دي طبعا اصرت ان هي تعرض الفيديو بتاعها وتعرض كلامها. طبعا انا كنت رافض الكلام ده ان نتكلم او حد يتكلم في الكلام ده، لكن هي طبعا اصرت ان احنا انها تعرض او تتكلم تقول للناس ايه بالظبط. عرضها الاستاذ محمد. ربنا يا رب يكرمه ويكرم كل الناس يا رب على ايده، كل الناس اللي عندها تاخر انجاب، عندها سحر، عندها اي اذى، عندها اي الم بتحس بيه تتصل بيه وتشوف اصلا الاول ممكن ما يكونش عندها حاجه من اللي انا اقصدها، يعني سواء اذى او سحر او اي حاجه. وهيقول لها بصراحه اذا ما عندهاش، ولو عندها هيقول لها شرفينا او هيديها العلاج باي طريقه ان كان. هم عندهم سبل كتير في ايه في الانجاب، في ان هم يوصلوا ازاي العلاج للناس. وبصراحة يعني هما من أحسن الناس اللي يعرفوا ربنا كويس وعندهم ضمير. نقطة كمان مهمة قوي، أنا قعدت فترة كبيرة، أنا أتكلم عن نفسي أنا تحديدا، أنا قعدت فترة كبيرة عندي تأخر في الإنجاب حوالي 4 سنين. طبعا ما رحتش للشيوخ ولا الكلام ده خالص لأن أنا ما كنتش مقتنعة بحاجات زي كده. لكن والله الأول بدأت الخطة طبعا زي ما الناس كلها بتمشي، بتروح للدكتور الأول وعملت بقى تحاليل، وطبعا جوزي عمل بعض التحاليل برضو، وبرضو كان قالوا له عندك شوية حاجات في الحيوان المنوية مثلا ضعيفة وكده، وتعالجنا عند الدكتور. وبرضو فضلت قلت يمكن أستنى سنة واتنين يمكن يجي حملة أو كده، ما حصلش. لكن ناس كتير بقى راحوا للشيخ رابي عشان حاجات غير موضوع تأخر الحمل طبعا. تمام. هو طبعا الاخت طبعا اصرت ان احنا نعرضوا الفيديو ده، ان هي طبعا الفيديو كان طويل شويه، لكن ده اللي احنا ايه يعني نحاول نوصله للناس، ان في فعلا في ناس بتصحى وفي ناس بتجي لنا المركز، وان شاء الله ان نعرضوا الفيديو المطول بتاع، ان هي طبعا طالبه كده ان احنا نجيبه نتكلم كلامها كله، لان هي بتنصح بتقول ان في فعلا في سحر وفي مرض سحر وفي له علاج. طبعا الناس اعتقدت من كتر الهم اللي شافته عند الشيوخ اعتقدت ان ما فيش علاج، وان انا بنضيع في وقت وخلاص، وان الشيوخ كلهم نصابين، وان الموضوع عباره عن شيء نفسي وخلاص. طبعا لا، انا لما بنعالج ولما نقول لك ان في سحر يعني سحر، ولما نقول لك ان في مرض يعني مرض. فحاول بقدر الامكان انك ما تاخدش الكلام عباره عن ايه ان ده شيء وهمي او شيء مش ظاهر عندي وان انا هناخد بالي منه وخلاص. لا، الموضوع اكبر من كده ولازم تتعالج كويس جدا. طيب عشان خاطر نقدر نفيد الناس اكتر، طبعا هتكلمنا على بعض الاعراض اللي هي الخاصه بالسحر المره اللي فاتت سريعا، ونتكلم عنها باذن الله تاني عشان الناس تقدر تستوعب يعني الموضوع. اول الم يظهر لك لو انت عندك مشكله في الاعراض اللي هي خاصه بالسحر السفلي، صداع قوي جدا ملوش علاج طبيا، رحت لكذا دكتور ما بيتعالجش منه، الم في اسفل الظهر قوي جدا. طبعا برضو يعني حتى لو ممكن يكون غضروف، لكن ممكن السحر يجيب لك الغضروف. لو السحر مدفون او مرشوش بيأثر على الجزء السفلي من الجسم ويجيب لك الامراض العضويه اللي هي بتلتزم في جزء السفلي من جسمك. تمام، ناخد رجب. اخ رجب، السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ده صحتك؟ وحشنا والله. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. منور الدنيا كلها. الله نورك، ربنا يحفظك. ربنا يحفظك يا رب. ربنا يكرمك. والله يا فندم حضرتك النهارده رديت على المعالجين اللي بينتقدوا حضرتك بعرض الفيديو اللي هي الست اسال الله عليها والله انها تستحق اللي هي بتعمل صح. عايز هو كده يعني يا ريت يتعلم بقى يعرف ان المشكله مش في الجلد بس. تمام. يا ريت يعني يعرف كده ان المشكله اهو. طيب انت بتقول هو بيقول المشكله في الجلد، طب اللي اتعمل ده راح فين؟ ايوه راح فين بقى؟ كلام كويس جدا. فانا طالب من حضرتك حاجه بسيطه بس، حضرتك انتقل من شرح الاعراض لتعليم بقى المعالجين، لتعليم المعالجين يعني ايه حضور جن على المريض، يعني ايه جن يحضر يتعامل معاه ازاي. وحضرتك طرحت السؤال ده كذا مره حضرتك وارجو اسال الله ان يعينك، يعني اسال الله ان يعينك. تمام. انك تحب تشرح لنا يعني الصرع اللي هو الطبي يكون ازاي، والصرع اللي هو بسبب الجن ايه علاماته، عشان بس نقدر نفيد هنا ونفهم المعالجين اللي بينتقدوا حضرتك اللهم فاهمين الموضوع جني بس. والله يا شيخ راضي والله انا شهدت شيخ على احد القنوات قال انا ما باخدش فلوس، قلت اخد رقم واتصل بيه يعني، فاتصلت بيه بقول له مولانا، فقلت اشوف يعني فاهم الموضوع ولا لا، فبيقول لي تشتكي من ايه؟ انا والله انا بشتكي من حاجه، قلت له انا عندي صداع بس. فراح قال لي في ثانيه قال لك كشفت عليك دلوقتي عندك حسد ومعمول لك سحر مدفون، هات 1000 جنيه وتعالى.
والله يا تمام. مولانا هذا ما والله قال لي كده. هو القصه كلها رجب، زي ما احنا قلنا ان هما بينتقدني انا. نشكرك يا رجب. هو بينتقد راضي مثلا. راضي انا ما بنقولش والله حاجه وهم يعني، وما بنقولكش حاجه صعبه. انا بنقول لك انت بتنتقدني عشان بنقول لك القران ما بيتعبش حد. انت جاي تنتقدني في كده مثلا عشان انت شغلتك اللي بتوكلك عيش ان القران بيتعب؟ يعني عايزني نقول ان القران بيتعب؟ لا، مش هنقول لك القران بيتعب والله. زي برضه يعني الكلام انا مش عايز نوضحه، زي ما الناس اللي كانوا جايين لي في المركز من فتره وبيزعجوا معايا، رحت لقيت مشاكل وبتاع. في يا جماعه قالوا لي اصلا انت قلت بنتنا زعلتها نفسيا. ليه زعلتها نفسيا يا حاج؟ عشان انت قلت لها ان الجن ما يعملش كده. ما يعملش ايه يا حاج جنة؟ قال ان الجن يعني عمل حصل او فض غشاء البكاره عند البنت، وان البنت حصل عندها مشكله فين في غشاء البكاره، وان الجن اللي خلاها والجن اللي عملها كده. قلت له يا شيخنا انا يا حاج انا الجن ما عملهاش كده، والجن ما بيعملش الكلام ده، مش شغلته اصلا. ربنا ما كتبش علينا ان الجن يعمل فينا كده، لو كده كان كله فض غشاء البكره عند البنات كلها. قال لي لا، يبقى انت ما بتفهمش. قلت له جزاك الله خير. يبقى انت عايز تعمل لها مشكله في البيت. قلت له يا حاج انا بنقول لك انت مشاكلك في البيت روح لها، بنتك فيها مشكله روح لها، لكن انت هتيجي تعمل لي مشكله عشان بنقول لك ان بنتك ما فيها الجن، مش هو اللي عملها كده، روح دور على بنتك، لان الجن ما بيعملش كده اصلا. طيب قلت له خلاص هنطلع نتكلم قدام الناس اللي بره ان بنتك حصل معاها كذا كذا كذا، وان عايز نقول كذا مثلا، ولا عايز نفضح الدنيا يعني ولا ايه؟ طبعا هو لم الدور خلاص ومشى. طب انا لو انا عنديش ضمير هنقول للناس؟ طبعا هم راحوا كذا شيخ، والشيخ قال لهم، واحد منهم قال لهم ان السحر خلى البنت تغيب عن الوعي لما حد عمل فيها كده، واحد تاني قال لهم لا اصل الجن اللي عمل فيها كده. طب انا عايز نخالف ضميري ونخالف اللي انا درسته ونخالف اسلامي ونقول لك ان الجن بيفض غشاء البنات؟ لا والله، مهما قول براحتك، انتقد براحتك، اشتم براحتك، سيب براحتك، لكن انا مش هنقول غير الحق، مش هنقول غير اللي انا فاهمه. عشان كده بنقولها صريحه، الجن ما بتعبش حد بالقران، القران ما بتعبش حد. الجن يتعبك لو انت بعيد عن ربنا، يضغط عليك نفسيا، يجيب لك مرض عضوي، مين اللي بيتعبك ومش عايزك تسمع القران؟ قرينك. قرينك نفسه مش عايزك تسمع القران، مش عايزك تعبد ربنا. طب علاش قريني ايه يا شيخنا؟ الاستغفار والتكبير والبسمله. تمام؟ فروح اعمل دول، روح اعمل دول الاول عشان يبعد الجن عنك او الشيطان عنك. صال مين؟ بوابه؟ دوابه. زي حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو استفسار وتكمله راي يعني بعد اذن حضرتك. هو حضرتك اللي شفناه ده، ليه ما تكونش زوجها عملت لزوجها، خافت لا يتجوز عليها فعملت له بالمحبه، لان البت هتجيب صوره هذا الشخص من فين، وهتجيب اثره من فين، يعني وهتاكل وهتشربه ازاي؟ بصي، ليه ما تكونش دي صورة، ده سحر زوجة عاملاه لزوجها عشان يحبها وما يتجوزش عليها؟ طيب تمام، كملي كملي كملي. اتفضل حضرتك كملي. انا بس عايزه كمان اكمل الفكره الثانيه. لان حضرتك هي باين جدا ان دي صوره واحد وصوره واحده واثره، فهي الوحيده اللي تقدر تجيب الحاجات دي هي الزوجه، عشان تخاف الزوجه يتجوز عليها ترجع للدجالين. وبعدين هو يعني يبتدي يتعب بقى، تخش تدخله في وهم ان انت محسود، انت عامله لك، انت معمول لك عمل، انت ده، عشان هي خايفه على نفسها ليكتشف ان هي اللي عامله الحاجه دي. كويس. عايزه ترمي الذنب بعيد منها، لان هي معتقده ان هي كده بيتها هيتخرب لو هو اكتشف ان هي اللي ضرها واذيها. تمام، معاك يا اخت دوا. لان البنت حضرتك هتجيب شعر هذا الشخص من فين؟ هتجيب صورته من فين؟ طب انا هنقول لك اهو يا اخت دوا، انا هرد عليكي بقى. انت خلص سؤالك عشان الوقت. في حاجه تاني؟ في سؤال تاني؟ في سؤال تاني؟ لا، في سؤال تاني خليها معايا يا استاذ محمد. في راي تاني. اما السحر من ابسط ما يكون، السحر كله سحر، خلي بال حضرتك. يعني وفيش سحر اسود ولا سحر ابيض، السحر ما هو الا طاقه مست دخلت جوه الجسد. انت فاهمه؟ ياخد دوابه. ياخد دوابه. اكل فاسد ما الجسم ما عرفش يتعرف عليه فكمن في الجسم. طب بنقول لك ياخد دوابه، ياخد دوابه. اسمعيني، ما تخليش تفصل يا محمد. اسمعيني، ممكن تسمعيني بقى بس خليك معايا. ياخد دوابه. ياخد دوابه. انت عملتي الكلام ده؟ عملتيه انت؟ حاشا لله. طب حاشا لله. ليه؟ والله لا، بقول لحضرتك ما عملتوش ليه طيب؟ يا اختي يعني واحده تروح تاذي حد عشان خاطره؟ طب انت ما عملتيش واحده تكفر بالله عشان خاطره؟ نعم.
يا اسمعيني بالله عليك، انت ما عملتيش ده ليه؟ يعني لو كل واحده خايفه ان جوزها يتزوج عليها تروح تعمل له ده؟ انا مش متجوزه اساسا، لكن طيب ربنا يزوجك. طب ليه ما تكونش زوجه؟ طب ربنا يزوجك وانا عم فهمك يا اخت دواب، بس انت حاميه عليا ليه كده؟ لا اصلا اشتغل، لا انا بدافع عن انت بتدافع عن بتدافع عن الزوجه صح؟ طب انا هنقول لك كده، انا هرد عليك ماشي. شو نشكرك يا اخت دواب، هنشكرك. بص يا اخت دواب، هي طبعا اخت دواب واخده جرعه منشطه شويه، لكن انا هرد عليك في كلمتين اتنين او جملتين اتنين. بص يا اختي، اللي راحت تعمل السحر ديت، الساحر او الساحره ديت بتطلب من اللي رايح يعمل السحر هات لي كذا وكذا وكذا، تمام؟ يبقى انا عايز الاول هي راح جابتهم منين؟ هي مش راحت جابتهم، واحد راح يعمل سحر، تعمل سحر، اللي بتعملي سحر مين يا بنتي؟ جيت لها عن نعمل سحر لفلان يحب فلانه او فلان يتزوج فلان. طب روح هاتيلي حاجه من قطره ومن قطرها، هاتيلي اسم امها واسم امه، هاتيلي كذا وكذا وكذا. طلبت منها الطلبات جابتها لها، ابتدت تعمل الايه؟ بتعمل السحر، الشعره من شعرها، مشبك من مشابكها، حاجه من دم دورتها، نجاسه من نجاسه الزنا، ايا كان نوع السحر اللي بنعمل. عملت الطلسم ده وبكلفت جن بيه، والجن راح حطه للانسان دهوت، او ممكن تعمله تقول له طلسم ماكول او مشروب، وتروح تحطه في اكل او شرب، تمام؟ لكن انت المشكله اللي انت تعرضت لها اقوى من كل المشاهدين ما خدوش بالهم من 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 مغزى سؤالك، لكن انا لازم برضو مبين مغزى سؤالك ايه. مغزى سؤالك ان انت بتدافعي على اللي راح يعمل كده، ده اللي انا فهمته، ان انت بتدافعي عن الزوجه، يعني عشان زوجها هيروح يتزوج عليها تروح هي تعمل كده، ده مبرر؟ لا مش مبرر. هو انا عشان زوجي يتزوج عليها نكفر؟ يعني زوجي لو اتزوج عليك هينفعك عند ربنا ان يتجاب ربنا بسحر؟ هل ده الصح؟ يعني خلاص بقى انا عشان زوجي ما اتزوجش عليا اني موته؟ طب انا هنقول لك اعراض السحر اللي عملته البنت دي ايه بقى؟ اعراض سحر البنت دي والله بعد 5 سنين اقل شيء في الجسم فشل كلوي للمريض اللي انعمل له ده، تمام؟ ليه؟ لان هي كلفت بيه طلسم السحر وكله وشربه ودخل في الكلى، بيسد خلايا الكلى وبيجيب له امراض الدنيا كلها اللي ما بيخلصش من جسمه، خلاص كاني مرض انحط في جسمه. فده انعمل طلسم سحر، انعمل وكلته وشربته او اترشى وايا كان صورته، انت ما تدافعيش عن اللي عمل كده، لان عمل كده النبي صلى الله عليه وسلم قال صريحه: من اتى عرفا او كاهنا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. النبي ما قالش يعذريها عشان هي خايفه على زوجها يتزوج عليها، ما قالش الكلام ده، تمام؟ لكن النبي قال لك كله كفر، تمام؟ وطبعا السحر من الشرك، وطبعا من الموبقات عند الله تبارك وتعالى، اجتنبوا السبع الموبقات منهم القتل وقتل النفس وشارب الخمر واكل الربا والزاني والساحر او السحر. طب دول من الموبقات، يعني اللي هم من الكبائر، كبائر الذنوب ومن العظائم، ده لو ما لم يكن شركا بالله تبارك وتعالى، تمام؟ فانت ما تبرريش عمل انسانه خايفه على زوجها يتزوج عليها بكفر. يبقى مش كل واحد خايف ان زوجها انه يحب، عايز يروح يحب فلانه يروح يعمل لي سحر، يبقى ده كفر. يبقى انت ما تخافش مني لما نقول لك ان خلي بالك انت بتضيع نفسك، تمام؟ اخت دوابة طبعا ده رد عليك، يعني عشان خاطر برضو انا مش برد عليك بننتقد. طب لا هي ماشي، هي برضو الاخت دوابة عشان للامانه، يعني هي اتصلت بتقول ان انا مش مع الزوجه، لكن انا بنقول ان دي زوجه بتعمل لزوجها. لا دي مش زوجه بتعمل لزوجها، ليه؟ يبقى ياخد دواء بقى، لان ديت ما ينفعش ينعمل السحر ده غير من حد كافر، غير من ساحر، يعني اللي عملت قدامك دي ساحره مش واحده في البيت، تمام؟ لازم عشان تعمل السحر لازم تكفر. فمش كل اللي تروح تعمل سحر لزوجها او النساء في البيوت كفره، لا، هي الساحر عمله عمل كفر، فلازم عشان يعمل السحر ده لازم يتوضى باللبن، لازم يدوس على المصحف في الحمام، لازم يكتب المصحف في دم الحيض، لازم يمسح الغائط بتاعه بالمصحف، لازم يدوس على المصحف في الحمام، كل ده لازم يعمله الاول ارضاء لابليس، زي ما احنا اتكلمنا الاول على خطوات الساحر عشان يروح يسحر، لازم يعمل ايه عشان يرضي ابليس عشان يبدا يديله علوم السحر. وان شاء الله برضو عشان يمكن الناس نسيتها نتكلم عنها في حلقه خاصه لوحدها. ناخد ندى. ندى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. شخلاتي انا كنت عند حضرتكم في مركز الجحيره، كنت ماشي على كرسي علاج، فاخدته مره 21 يوم، وبعدين رحت شكي علاج ده قال لي برضه كرسي تاني استمر عليه، فبعد ما استمريت عليه ما ارتحتش، يعني دلوقتي طيب. برضه بحس ان انا ما اتفضلي يا اختي. ألو. انا سامعك قولي تاني. ليه انا خدت طب انت كان عندك ايه اصلا؟ كان عندك ايه اصلا يا اخت ندى؟ سحر سفلي بتعطير الجلد. طيب ايه اللي ما استرحتيش منه بقى؟
الاخير انا مشيت عليه، بس من حكايه اللبن ما عملش معايا زي الكرسي الاولاني. طب رجعتي وسهلتي؟ لا انا الكرسي الاخير سهلت، بعديها كنت دخلت الحمام عادي. طب انا عاوز اوصلك حاجه، اللي ما استريحتيش منه من الاعراض اللي في جسمك ايه؟ يعني انت كان عندك تعب في المعده؟ بص يا اخت ندى، كان عندك تعب في المعده؟ طب كنت المعده ارتاحت شويه الحمد طيب. لله، وفي حاجات كنت بحس بيها يا اخت. ايوه يا اخت ندى، انا مش عايزك تقولي ما استريحتش بقى، انت ممكن ما تكونيش لسه. يا بص يا ندى، يا ندى انا عايز بس عشان ما انت ما تبوظيش دماغ الناس، في فرق بين اني لسه ما اتجوزتش وفي فرق بين اني ما استريحتش. انا مش بقولك على حكايتي دلوقتي يا شيخ يا اخت ندى، ما يهمني بس، انت كان عندك تعب في المعده استريحتي منه، كنت ما كانش عندك، كان عندك احلام وكوابيس ما عادش عندك، كان نفسيتك، كان عندك ضغوط نفسيه ما عادش موجوده، ده اللي متاكد منه، لان انا علاجي بيعمل كده خلاص. انت كان عندك اعراض في جسمك ارتحتي منها. طب موضوع الجواز ده مش قصتي انا، ولا حد هيجوزك، ربنا معايا. يا اخت ندى، يا اخت ندى انا عايز اسمعك. عايز اسمعك والله. بص انا يا جماعه، انا النتيجه مش مطالب بيها، عشان دي برضه الناس تاخد دايما، حط دي في دماغك، انا النتيجه مش مطالب بيها شرعا، انا مطالب اني اجتهد في علاجك. هي الاخت ندى عشان ما اتجوزتش فبتقول انا ما ارتحتش، لا انت كان عندك اعراض في جسمك انا بريحك منها الاول، عشان كده بقول لك السحر مرض، السحر عملك تعب في المعده استريحتي منه، السحر كان ما خليكش تنامي من احلام الكوابيس، نمت كويس، ما فيش ارق، ما فيش جلج، ما فيش كوابيس، ما فيش صداع، شعرك بقى كويس، جسمك بقى كويس، كل ده اللي انا عايزه الاول. طب النتيجه الاخيره بقى ان انت تتزوجي، في ممكن يكون في اشياء يعني عينيه حصلت معاكي، ممكن تكون سن الزواج عندك تاخر، عديتي مثلا 30 34 35 سنه اتاخرتي في الزواج، فبيجي لك عرسان مش موافقين ليكي، ده اللي انا اتكلمت عنه، ودي خطوره ان تقعدي ما تتعالجيش من السحر لما سنك يعدي، وبعدين تقولي اصل الشيخ ما عالجنيش، لا انا عالجتك من العرض اللي عندك الموجوده، لكن الزوج ده عجيبه ربنا مش انا، لان ربنا هو اللي هيزوجك مش الشيخ. الناس معتقده انا اتعالجت من السحر بكره عاجي لي عريس، لا والله ما حدش قال الكلام ده خالص، لكن انا بنقول لك اتعالجتي من السحر كل الاعراض اللي عندك الجسمانيه هتروح، ده اللي انا مطالب بيه، نقدر نقول لك يعني نقدر بقدر الله نقول لك انا عالجك منه باذن الله، لكن تيجي تقولي لي لا ده اصلا انا عاجب لي عريس، ده مش شغلتي انا، مش شغال خضه بقى. طيب يبقى الم في الظهر، سقوط في الشعر، سؤال الاخ رجب اللي هو لسه عشان فاكره عشان ما يزعلش، اللي هو ايه الفرق بين الصرع العضوي والصرع الصرع الطبي والصرع من الجن، احنا اتكلمنا فيه اخ رجب قبل كده، ان الصرع الطبي بيكون معاه رياله بتنزل من بوق المريض او حنكه يعني، وبيكون يفقد الوعي تماما، لكن الصرع اللي هو صرع الجن ما بينزلش رياله، او طبعا بيصرخ بيقول كلام مش ايه مش يعني مش مظبوط تمام، لكن الصرع الطبي معروف انه خلاص بيغمى عليه وبينزل رياله من بوقه، او بيمسك او بيجرد على حاجه ما يكونش حاسس بيها ممكن يعور نفسه، ده صرع عضوي لانه خلاص ده بيبقى صرع طبي يعني تمام. طيب صداع على طول زي ما احنا قلنا، صداع في الراس يعني من الخلف اكتر الاوقات يعني، الم في اسفل الظهر، سقوط الشعر، ظهور بقع حمراء او زرقاء في اسفل الجسم يعني، عدم انضباط الدوره عند النساء. طبعا الفيديو اللي احنا عرضناه ده احنا خلي بالك عشان نبقى نوصل لك شيء برضو، انا هنعرض لكم كل ان شاء الله، بدل الموضوع خد عند الناس الصدى ده ان الناس مش عارفه عنه شيء، ان شاء الله كل حلقه هنعرض لكم فيديو عن الموضوع ده، عشان يعني ده ان شاء الله بقدر الله يعني اللي ربنا اعاننا ان احنا نجيب الفيديوهات ديت من الناس اللي بتعملها، لان احنا عندنا فريق عمل ربنا يبارك فيه يا رب، فريق عمل شغال عارف هو بيعمل ايه، حتى ادخل على الصفحه عندي لعلاج مرض السحر في واحد الاستاذ محمد يعرض لنا صورتها، ادخل على الصفحه عندي علاج مرض السحر في واحد، وانت تشوف قد ايه احنا مجتهدين وقد ايه احنا بنحافظ على الناس، وقد ايه ان احنا يهمنا الناس تتعالج، وقد ايه ان احنا بنحافظ بقدر الامكان، ودي صفحتنا اللي هي علاج مرض السحر في واحد، عشان الناس برضو تبقى عارفه اخضرت الموضوع قد ايه، عشان خاطر ما تقولش ان احنا بنتكلم كلام وخلاص، انا بكلمك كلام وخلاص، الحمد لله انا عندي فريق عمل شغال 24 ساعه فاهم هو بيعمل ايه، انا عندي تقريبا حوالي 12 حد شغال بيجيب لك الحاجات ديت او بيقدر عشان يقدر يفيدك، مش راضي بيتكلم وخلاص، لا بعدي في فريق عمل تاني شغال، مش انا لوحدي اللي شغال تمام. طيب عشان الوقت خلص، ونشكركم طبعا ونأسف ان احنا تكون يعني ايه اتكلمنا بحرقه شويه، ونتأسف المتصلين استاذ محمد الشاهد بيقول لي اتأسف المتصلين اللي هم كتير جدا ومش عارفين نعمل معاهم ايه، لكن احنا بناخد الاتصالات على قد ما نقدر. نشكركم على حسن استماعكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.